7000 عام مدة تبدو طويلة لناظرها، لكنها رغم ذلك لم تستطع محو بعض الكلمات التي استخدمها المصريون القدماء وتوارثتها الأجيال حتى ظلت متداولة إلى الآن. فربما لا يعرف البعض أصل الكثير من الكلمات المستخدمة في التعامل اليومي في مصر، لكن خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة في مصر كشف عن عدد منها، مثل كلمة حاتي وتعني بائع اللحوم، واشتقت من الكلمة الفرعونية حات حري وتعني الجزء الأسفل من ساق الماشية أي الكوارع. وهناك كلمة نونو وتعني الطفل الصغير، وكلمة مكحكح تعني الشيخ العجوز الكهل والمسن، وكلمة ميح تعني فارغاً،